شغله وهيدي بس لشخص واحد. يعني عم نحكي عن لاير 2 4 فيها فريش ويب كريم، فيها موزتين، اربع فريز، هيزل نوت وشوكليت اون توب. واو اربع. تخيل عندكم كريب كتير رقيقه، كتير 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 رقيقه، ما بتعلق ابدا، موزات مستويين مزبوط، الويب كريم مش هاي تبع العلب، معموله هلا من 5 دقائق، فيري 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 فريش. يعني ما عم بقدر زغل النقمه بس قد ما طيبه. كريب شوكولا، كريب عادي بتدوم. واو. اليوم جيت عن توب فريش، تعرفكم علي، فبلشت انا وليلى وقلها تحكي وما بدها تحكي، تحكي وما بدها تحكي، فبالاخر حاعمل انا انتدكشن. ليلى اند فاميلي عايشين باستراليا، كانوا بسيدني، تركوا كل شيء رجعوا على بلدهم، قاعدين هون بمنطقه الزوق، فتحوا محل اسمه توب فريش، عندهم كريب بتوقف شعر الراس. اكلت راب، اكلت سلاد، وهلا الكريب، بس صوتها ما بيطلع. خبرينا شيء ابدا. فتعالوا تعرفوا على العائله، ورح ندوق سوا اليوم شو عم نعمل. تشتغل بنفس بعقد، تشتغل كان بتشتغل عندها بالبيت، الانجريدينتس اللي بتستعمل، مكونات اهم مكونات معقول حدا يستعملهم، اند توب نوتش. يلا نشوف شو عندها اياها تعمل ومندوق. كريب على شوكولا مع موز، قشطة شقفة. نوتيلا من تحت، بينات باتر من فوق، بستعمل أهم إنجريدينتس، نوتيلا مظبوط، بينات باتر كل مظبوط، وعم بتركبهم وحدة وحدة. والعجينة كتير رقيقة، علكتها لذيذة خفيفة كتير، منا سميكة. توب. ليش أكلتك طيبين؟ بعرف. هلا فيهم بيقولوا لي انا بشتغل من قلبي ما بعرف. سنيكرز كريم، هي سنيكرز على الوجه فوق، بعدين عنا تشوكليت راب، بانانا بقلبها، شوفوا البينات باتر، نوتيلا كمان من جوا، تاكلوها لقمه لقمه. هاي بتاعت موزتين. أربع موزين؟ ما في بتوفي معهم، بس بعرف إنهم الأسعار كتير منيحة، كتير كريمة، فعلاً مثل ما بيكلوا بالبيت بيطعموكم. هيدا الجوما، أنا بالمطبخ، مطبخ، قربوا شوفوا معي. العائلة قاعدة هون، الأولاد، جوزة، وليلى بعدها مصرة ما تحكي، بس ضروري تخبريني، الناس ما تشيل ثقة فيكي. تخبريني ليش هالقد أكلتك طيبين؟ طب أكلت أفوكا، من أهم أفوكا بتاكلوه بالبلد. الكريب كل شيء عظيم. انت هون كل وقت كل النهار؟ ايه. تعال تعرف عليا لانه طب نيكست وافل. اه وافل، يلا ليتس وافل. صار وقت الوافل، فيها مع هالقد نوتيلا، فيها بوزة على جنب، وعم فكر نديرها مزبوط. روعة. جبنت حالي وقعي كيفنا عم باكل.
طيب خبريني هون عم ناكل عم ناخذ فريز ومانجو وافوكادو بيور 100% افوكادو فريش مانجو مثل ما هي شفناها على البلندر الستروبريز شفناها على البلندر وهيدي فيها نشاط حيويه وانرجي فيتامينز حبلوز مش معقول شايفين شي محل فيه كرم هالقد هي بس الي او لكل العالم هيك لا لا تشتغل الضمير ماكسيموم هلا بتعملها لازم تغلق ابدا طب لازم تزخري قال لا فمشتغل بضمير 100% افوكا من اطيب ما يكون من ضايق قبل بلبنان افوكا هالقد طيب سكر ابدا سويتنس توب فعلا افوكا كوكتيل خويت كيف ما بعرفكم من قبل صاروا سنه بس فاتحين بس يعني better late than never exceptional ما في ابدا ابدا تلوين بالمحل مثل ما بتعملهم بالبيت الافوكادو طلع الكونسيستنسي تبعه حلاوته او فينا نقول سويتنس تبعه كثير خفيفه ما بده ابدا عسل ما بده شيء اشطع على الوجه هالكبايه غير عم جيب لكم طعم يعني بس انه كثير طيب مش عم بقدر اوقف عن جد سبعت مدري رائع. عزم الناس لعندك. أنتوني ولا. بليز. لا. تعالوا تعرفوا على ليلى. بتعقد. ضحكتها بتعقد بس تستحي الكاميرا. يلا عزم الناس لعندك. يلا باي.